Kevin has presented myself, and I thank him very much. I'm very pleased to be here with you. I will be co-chairing this meeting with Undersecretary Jenkins during these days, 3 days. My minister, Mr. Nasser Bourita, conveys to you his greetings and his best wishes. He was scheduled to be with us this morning, but due to conflicts in his agenda, he will be addressing this meeting by introductory remarks that will be played very soon. So I thank you very much and wish you fruitful discussion during those 3 days. Thank you. الاجتماع ديال اليوم اجتماع مهم وفريد من نوعه. من ناحيه العدد المشاركين 25 دوله افريقيه. الاجتماع يندرج في اطار الشراكه الاستراتيجيه بين الولايات المتحده الامريكيه والمملكه المغربيه التي انطلقت سنه 2013 بمبادره من صاحب جلاله الملك محمد السادس نصره الله والرئيس السابق الامريكي باراك اوباما. هذا الاجتماع هو ترجمة للحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب في شقه الأمني وخصوصا في الشق المتعلق بالحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل لفاعلين غير حكوميين. نحن نعلم اليوم بأن السياق الأمني في أفريقيا كيعرف تحولات عميقة على مستوى الفاعلين وكذلك على مستوى العملياتي. الآن اليوم كاين جماعات إرهابية وانفصالية تتكاثر بإفريقيا منطقة الساحل والصحراء وهناك أجندات أجنبية تخريبية في المنطقة عبر استعمال عملاء انفصاليين أو إرهابيين في المنطقة. إذن هذه المبادرة كتجي كجواب للحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل. إحنا كنعرفوا بأن أفريقيا وقعت مؤخرا على اتفاقية التبادل الحر لازليكاف. مؤخرا افريقيا كتمثل 7% من المبادله التجاريه في العالم. افريقيا 30,000 كيلومتر ديال السواحل. فالتهديدات غادي تستمر وغادي تصاعد وهذه المبادره كتجي باش كتجاوب بتعزيز التنسيق بتعزيز تبادل المعلومات وتبادل الخبرات مع بين الدول الافريقيه. المغرب رائد في هذا المجال بسبب التنسيق المتواصل بين الوزارات والوكالات الوطنيه المتعلقه واللي مثل اليوم على مستوى كبير في هذا الاجتماع. وغادي نتقاسموا معهم مع الدول الافريقيه هاد التجارب ديالنا اللي اكتسبنا وحنا مستطعين باش نمشيو انطلاقا من هذا الاجتماع باش نوضعوا واحد الاطار مؤسسي يجعل من الدول الافريقيه تشارك وتتملك هذه المبادره بشكل فعال لتعزيز الامن والسلم الدوليين بناء على الرؤيه الساميه صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله.